كتب ألبرت أينشتاين في كتابه العالم كما أراه عن معنى الحياة بالنسبة له: ما معنى وجودنا وما معنى وجود جميع الكائنات الحية عامة؟ تتطلب معرفة الإجابة عن هذا السؤال عواطف دينية. أنت تسألني: طرح مثل هذا السؤال هل له معنى عندنا؟ أجيب: كل من يشعر أن حياته بالذات وحياة البشر مثله لا معنى لها ليس بائسا فحسب، بل هو قادر على البقاء ولكن بصعوبة بالغة. لا أؤمن أبدا بالمعنى الفلسفي للكلمة بحرية الإنسان، فكل واحد منا يتصرف ليس فقط مدفوعا بضغط خارجي، ولكن أيضا من خلال ضرورة داخلية. إن كلمة شوبنهاور التي يقول فيها: بلا شك يستطيع الإنسان أن يقوم بما يريد القيام به، ولكنه لا يستطيع أن يريد ما يريده، رافقتني في شبابي وظلت معي في الأحداث والتجارب طيلة حياتي، وكانت هذه الكلمة المأثورة بالنسبة لي عزاء وينبوعا لا ينضب للاحتمال والصبر. وعي هذه الفكرة يخفف بطريقة جيدة الشعور بالمسؤولية وبالقهر، ويتيح لنا التعامل بطريقة سهلة مع أنفسنا ومع الآخرين، إذ أننا محكومون بمفهوم للحياة يترك لنا مجالاً للفكاهة أيضاً. أما حين تحدث ألبرت أينشتاين عن كيفية رؤيته للعالم، قال: كيف أرى العالم؟ كم هي غريبة حالاتنا وحالة أمثالنا الموتى؟ إن وجود كل واحد منا على هذه الأرض ليس أكثر من زيارة قصيرة. إنه يجهل لماذا، ولكنه يشعر كثيرا من المرات بهذا الشعور دون أن يفكر. نحن نعرف وجهة نظره في الحياة اليومية. نحن هنا من أجل الآخرين، وقبل كل شيء من أجل أولئك الذين تمثل ابتساماتهم وراحتهم الشرط الكامل لسعادتنا وسعادة هؤلاء الذين لا نعرفهم، والذين تربطنا بهم روابط اللطف والمحبة. ألبرت أينشتاين من كتاب العالم كما أراه.